ومني قوتي انا قد المسؤولية وقد كلمتي انا منك وليكي واللي لحظة هيعنيكي هتفنوا يا بلدي فيكي لو يقرب مننا بلادي اللي اغلى عندي من حياتي من ولادي واللي كل مرة تحتاجيني او تنادي ولما كنت قدرت انا بلاد مننا بلادي كل حد فينا قالها غير الروح فجاتي احنا شرطة شعب تمام يا فندم. انا المقدم طارق عبد الوهاب النهارده بتشرف بوجودي قدام سيادتك، واسمح لي اقول يا فندم ان هم يحاولوا يطفوا فرحه اهلنا باول ذكرى لثوره يونيو المجيده، وانا وزمايلي ما تردناش لحظه اننا نفديهم بارواحنا. وعايز اقول يا فندم ان صحيح فقدت ايديا لكني ما فقدتش انتمائي الوطني، ولسه قلبي بينبض بحب بلدي، ولسه لساني بيهتف تحيا مصر. ولما بفتكر رسائل الزمايل الشهداء بقول لو اتطلب مني يا فندم ان اقوم بواجبي وتحصل لي الاصابات دي 1000 مره هقوم بواجبي فدا للوطن. وانا بتمنى لما اتعافى ارجع اخدم بلدي تاني لانها ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.